بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 29 في سلسلة أحب لغتي، نستكمل فيها الحديث عن اتصال الضمائر بنهايات الأفعال. واتفقنا أن احنا أخذنا الفعل المتعدي ولقينا الضمائر اللي بتتصل به ضمائر في محل نصب مفعول به، وشوفنا حكاية نون الوقاية الجميلة ديت. هناخد دلوقتي الفعل اللازم. الفعل اللازم احنا في المتعدي كنت بقول ضربني أنا فلاقي ياء المتكلم، ضربنا نحن فلاقي النا متصلة، ضربه هو فلاقي الهاء متصلة، علشان أعرف الضمير المناظر للمنفصل ده هو المناظر اللي بيتصل بالفعل. في حالة الفعل اللازم أنا هجيب الضمير في الأول، يعني أقول أنا ضربت. طب أنت بتقول الفعل اللازم، ما هو ضربت دوت فعل متعدي، اللازم والمتعدي الاثنين بيحصل لهم إيه؟ لو أنا جبت الضمائر في أولهم في قبل الفعل، هتلاقي اتصل بآخر الفعل ضمائر مختلفة خالص، بس الضمائر المختلفة خالص دهيت هتبقى هي الفاعل. خد بالك بقى، قاعدة في منتهى الروعة. احنا لما كنا بنجيب الضمائر بعد الفعل، فبنلاقي ان الضمائر اللي اتصلت بالفعل دهيت ضمائر مفعول به. لما نجيب الضمائر المنفصلة ديت قبل الفعل، سواء كان الفعل بقى فعل لازم او متعدي، يعني سواء خرج او وقع ديت ملوش مفعول به، او ضرب اللي ليه مفعول به، هتلاقي في اخر الفعل يتصل ضمير، الضمير ده فاعل على طول او في محل رفع فاعل. يعني اقول انا وقعت او انا ضربت، التو ديت هي دي الفاعل، ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل على طول. فهي مهمة قوي دي، قاعدة عامة وجميلة جدا، بمجرد احط الضمائر الناحية اللي قبل الفعل يظهر لي الضمائر المتصلة المناظرة اللي بتتعرب في محل رفع فعل. هنستخدم الفعل ضربة، بما ان استخدمنا الفعل ضربة ولانه ممكن استخدم وقع برضو، بس خلينا في ضربة. نقول انا ضربت، تاء الفاعل هي. نحن ضربنا، نا دل على الفاعلين، ضمير متصل دارز متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. طب أنت وأنت، يبقى ضربتا وضربتي وضربتما وضربتم وضربتنا. خد بالك كل تي دي ضمائر فاعل، اسمها تاء الفاعل، اسمها تاء. هنا ضربنا نا، اسمها نا الدالة على الفاعلين، هي بتتعرف فاعل إنما اسمها كده. إنما تو تا تي توما توم تن دي اسمها تاء الفاعل. طب والضمير الغائب بقى، هو ضرب، مفيش ضمير بيتصل في آخر فعل، مفيش، والفاعل ضمير مستتر غير هو. طب هي ضربت، امسك الحتة دي، هي ضربت، التاء اللي في الآخر ديت مش ضمير، دي اسمها تاء التأنيث. تاء التأنيث يعني تأنيث إيه؟ تأنيث الفاعل. هي الأفعال مذكرة؟ الافعال تولد في اللغه مذكره، يعني بنقول خرج ضرب، لو ما تيجي تكمل الجمله خرج محمد ضرب سعيد وهكذا. انما لو جت هند بقى وعاوز تقول، لازم تقول خرجت هند، تحط تاء التانيث عشان الفعل يبقى مؤنث. ليه التاء ديت مش هي الفاعل؟ لانك لو انت قلت خرجت هند، لو انت عرفت التاء ديت فاعل، امال هند هتعرفها ايه؟ ما هي اللي خرجت، يعني هي اللي قامت بالفعل، هي اللي عملت الفعل، فهند اوتوماتيك فاعل. يبقى تاء التانيث الساكنه دي ليست فاعل، دي اسمها تاء التانيث حرف مبني على السكون لا محل له بالاعراب. يبقى اذا الضمائر اللي هي خرجت وخرجت خرجتي لازم الضمائر تكون متحركه، تو تاتي، انما لما التاء تيجي خرجت، تاء التانيث مش ضمير، خرجت والفعل ضمير مستتر تقديره هي، هو هي هما بقول خرجا، في ألف اسمها ألف الاثنين، ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. طب هم بقول خرجوا، واو ألف، واو الجماعة بتكتب واو بعدها ألف، دي اسمها الألف الفارقة، هنبقى نتكلم فيها بعدين ونشوف ليه سموها الكلام ده. خرجوا، واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون برضو، بارز متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. هن خرجنا،
خرجنا، يبقى نون النسوة ضمير بارز متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. طب انا عرفت دلوقتي الضمائر اللي بتتصل بالافعال، لما اجيب انا الضمير قبل كده جبت الضمائر اللي بتتصل بالافعال دهيت واللي هتتعرب في محل رفع فاعل، ايه اللي بيحصل بقى؟ اللي بيحصل ان ساعات الفعل بيتغير. انت عندك ضرب فعل ماض مبني على الفتح، طب تعالى لما اقول ضربت كان تاء الفاعل واقفه كده وفي قبلها سكون وداخله على الفعل ضرب، داخله على الفعل ضرب 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 ضربت، السكون وقف على الباء بتاع الضرب بقت ضربت، يبقى ضرب ضربت بكتب ضربت كده على طول، اقول فعل ماض مبني على السكون ليه خير لاتصاله بتاء الفاعل. وهي بقى احنا قلنا تو تاتي، ضرب تو ضربتا ضربتي ضربتما ضربتم ضربتن، كل التو تو 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 دي تخلي الفعل الماضي مبني على السكون لاتصال بتاء الفاعل، كل دي اسمها تاء الفاعل، كل دي اسمها تاء الفاعل، تسهيلا يعني بدل ما نقول تاء الفاعلين وتاء الفاعلين وتاء الفاعلات تاء الفاعل. ضربنا انا برضو حرف ما ماشي كده، هو قبليه السكون قبليه السكون، داخلين على الفعل ضرب 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 ضربنا، فعل ماض مبني على السكون لاتصال بناء الدال على الفاعلين، لازم ادام اتغير وقلت مبني على السكون لازم اقول لاتصاله بكذا. ضربه الهاء لا ما عملتش حاجه خالص. بعد كده هو وهي قلنا ما فيش اتصال للضمائر بالفعل. بعد كده هما ضرب الف الاثنين غلبانه، داخل على الفعل ضرب 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 ضرب، ما حصلش حاجه للفعل خالص، فعل ماض مبني على الفتح والالف الف الاثنين ضمير متصل بارز متصل مبني على السكون في محل رفع فعل. واو الجماعه ضربوا، واو الجماعه قبليها ضم قبليها ضم، داخلين على الفعل ضرب 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 ضربوا، الضم وقف على الباء بتاع الضربة بقت ضربوا، فعل ماض مبني على الضم ليه خير اللي حصل لاتصاله بواو الجماعه. طيب نون النسوة ضربنا، نون النسوة عاملة كده هوت مدورة كده وفي نقطة حواليه، في قبليها سكون سكون سكون، داخلين على الفعل ضرب داخلين على الفعل ضرب داخلين على الفعل ضرب ضرب ضربنا، يبقى دوت فعل ماض مبني على السكون ليه خير اللي حصل لاتصاله بنون النسوة. ونون النسوة ضمير بارز قصاد عيني متصل بالفعل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. دي التغييرات اللي بتحصل للفعل الماضي عند دخول الضمائر عليه، الضمائر اللي بتتعرف فاعل، وأدام الضمائر اللي بتعرف فاعل سموها ضمائر الرفع المتصلة عشان هتعرف فاعل والفاعل مرفوع سموها ضمائر الرفع المتصلة. طب وأنا ونحن وأنت وأنتم وأنتما وهو وهي، دي اسمها ضمائر الرفع المنفصلة اللي خدناها في الأول ديت، الضمير المنفصل البارز المنفصل اللي بيتكتب لوحديه ده هو نحن انا هو هي انت انتما انتم، دي اسمها ضمائر الرفع، يعني هتتعرب دايما في محل رفع، لما جبناها قبل الفعل ظهرت في اخر الفعل ضمائر الرفع المتصله، يعني الضمائر المتصله اللي هتبقى دائما في محل رفع فاعل او في محل رفع برضو نائب فاعل زي ما هناخد فيما بعد ذلك باذن الله. نستكمل اتصال الضمائر بالفعل المضارع وفعل الأمر مع بعضهم، لأن في علاقة خطيرة بين الفعل المضارع وفعل الأمر، نستكملها في المحاضرة التالية إن شاء الله. شكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.